الوحدة إلا ربع، نشرة ظهيرة من القناة الثانية، وهذه أبرز العناوين. في فاس انطلاق محاكمة المتابعين فيما بات يعرف بملف الاتجار في الردع وابتزاز المردى. من فاس ينضم إلينا مراسل القناة أسامة أفقي مع مستهل ظهيرة. وفي فجر اليوم 30 بعد 100 القصف يشتد على القطاع ورفح في المرمى تمهيدا لاجتياح الملاذ الأخير لمليون نازح فلسطيني. 3000 شاحنة تجوب شوارع الدار البيضاء، والامتصاص الضغط طريق ساحلي سيفتح في وجه الشاحنات منتصف مارس، يدخل حيز التنفيذ قرار منع عبور الشاحنات المخصصة للوزن الثقيل وسط الدار البيضاء. فضيحة صور الفتيات في منصة سناب شات عندما تخترق شبكات القرصنة حسابات شخصية، تتحول الصور الخاصة إلى ورقة ابتزاز. كما سنتابع في نبض المجتمع مع سعاد زعتراوي سبل الحماية من القرصنة، سؤال نوجه لضيف الظهيرة والخبير في المجال المعلوماتي أمين رغيب ينضم إلينا من مراكش. تعرض على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، تعرض ما باتت تعرف بقضية الاتجار في الردع وابتزاز المردى. 34 متهما يواجهون تهما ثقيلة، والجلسة الأولى في هذا الملف عقدت صباح اليوم. حضرها للظهيرة أسامة أفقير الذي يتابع هذا الملف في فاس. من فاس ينضم إلينا مراسل القناة الثانية أسامة أفقير. أهلا بك أسامة. ما هي مستجدات هذه القضية؟ نعلم أن جلسة أولى عقدت حول هذه القضية، ما تفاصيل الجلسة الأولى في هذا الملف، ملف الاتجار بالأطفال الرضع وابتزاز المرضى بمستشفيات فاس؟ أهلا بك سناء، أهلا بمشاهدينا الكرام. بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أنجزته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المشتبى فيهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال. ابتداء من الساعة 10 صباحا من يومه الثلاثاء انطلقت الجلسة الأولى لمحاكمة المشتبى فيهم، والتمست خلالها هيئة الدفاع ضم ملف آخر رائج إلى الملف الحالي نظرا لوحدة الموضوع والمتعلق بممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة، وذلك لوحدة الموضوع طبعا. بعد تأمل أعضاء هيئة الحكم على المقعد تمت الاستجابة للملتمس، وذلك بضم الملفين، وعليه أصبح عدد المتابعين في هذه القضية 34 شخصا، واحد منهم فقط يتابع في حالة سراح مؤقت، والباقون يتابعون في حالة اعتقال احتياطي. خلال جلسة اليوم التمست هيئة الدفاع تأخير الجلسة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. كذلك تقدم المحامون بطلبات السراح المؤقت التي ستبث فيها المحكمة خلال آخر الجلسة. جلسة اليوم تم تأخيرها إلى تاريخ 5 من شهر مارس المقبل. شكرا لك أسامة أفقير، كنت معنا مباشرة من قصر العدالة بفاس تتابع هذا الملف. إذن كما تحدث عن ذلك أسامة أفقير، هم 34 متهما، ولائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس همت جناية الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون، ثم المشاركة في تزوير شواهد طبية وابتزاز وتبديد للأموال العامة، طبعا كل حسب المنسوب إليها. ضمن التهم أيضا هناك تهمة الارتشاء والإجهاض. بداية القضية معك أسامة أفقر.
بعد الانتهاء من البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تم بتاريخ 2 من شهر فبراير الجاري تقديم المشتبه فيهم البالغ عددهم 34 أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لاتخاذ القرار في حقهم. تهم نقول نصف القانون الجنائي. لذا تكلمنا 241 242 الفقرة الأولى الفقرة الثانية 129 المشاركة كذلك 381 364 537 و538 يعني هادو جرائم تجعلك تدخل في إطار أولا في التجارة البشر وكذلك المشاركة في التزوير وكذلك الابتزاز كلها أشياء وانتحال صفة نظمها القانون. النيابة العامة قررت متابعة 32 شخصا في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع شخص واحد في حالة سراح مؤقت، بينما قررت النيابة العامة حفظ الملف في حق شخص آخر. بعد مناقشة ديال هذا الملف نتمنى تتضح كل حقائق هذا الملف، وربما تكون هناك مفاجآت، ربما تكون براءة لفائدة بعض المتهمين. على أي المحكمة هي التي سوف تقرر في هذه التهم بعد مناقشة الملف وبعد الاستماع لجميع المتهمين وبعد الاستماع للشهود وبعد مناقشة الملف وبعد مرافعة السادة المحامون، المحكمة سوف تكون لها الكلمة الأخيرة في إصدار القرار في هذه التهم. هذا وتم بتاريخ 10 من شهر فبراير الحالي تقديم مشتبه فيه جديد آخر أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لارتباطه بنفس القضية. خارج المغرب هي جريمة بل جرائم ترتكب حاليا في غزة. في فجر اليوم 30 بعد المئة القصف الإسرائيلي يشتد على القطاع ورفحات المرة في مرمى نيران الاحتلال تمهيدا لاجتياح المنطقة رفح التي باتت الملاذ الأخير لمليون نازح فلسطيني. جليلة بن فتح. هنا رفح، هنا المدينة التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنها منطقة آمنة. أكثر من 1,400,000 فلسطيني هجروا إليها قسرا، فباتوا محاصرين ومكدسين في قطعة صغيرة من الأرض، لكن هذه القطعة لم تعد ملاذا آمنا لهم. قصفوا، قتلوا بوحشية في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين. هو اليوم 30 بعد المئة، تصعيد إسرائيلي وسلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة من المدينة أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. العملية العسكرية تأتي في ظل تهديدات إسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة في المدينة مع ضمان توفير ممر آمن للسكان لمغادرة المدينة من دون تحديد المكان الذي يمكنهم اللجوء إليه في المنطقة المدمرة عن آخرها. عملية تأتي بالرغم من تحذيرات عربية ودولية وأممية اعتبرتها بمثابة محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين الذين عاشوا أكثر من 4 أشهر ويلات الحرب الإسرائيلية التي خلفت أزيد من 28,400 شهيد وأزيد من 68,000 جريح. في إعلان مشترك صدر بدكار، دعا الرئيسان السنغاليان السابقان عبد الضيوف وعبد اللواد الشباب إلى وقف التظاهرات وأعمال العنف والفاعلين السياسيين إلى الحوار، هذا في وقت تستمر فيه الاحتجاجات بشوارع دكار على إثر الوضع الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 من فبراير الجاري. نعود إلى الخبر الوطني. الحمد لله، الكلمة ترددت على لسان المزارعين في حديثهم هذا الصباح لحسن بن رابح انتقل إلى ضواحي الشاوية، والشاوية من بين المناطق المعروفة بزراعة الخضروات الخريفية. أمطار فبراير على محدوديتها أدخلت الكثير من الأمل في نفوس من خبروا الحرث والزرع. حسن بن رابح كما الكليف. الوجهة دوار ولاد بن عمر جماعة ولاد زيان إقليم برشيد. الضباب يحجب الرؤية، قطرات الندى تعانق الأغراس. السيد مراد رضوان 32 سنة، أب لطفلة واحدة،
يتوجه صوب حقل البسباس الذي توارث غرسه أبا عن جد. الأرض مبتلة بالتساقطات الأخيرة، هو منهمك في تفقد بداية المحصول الذي لم يتبقى على نضجه أقل من شهر من الآن. البوادر تبدو إيجابية رغم تداعيات فترة الجفاف في السنوات الأخيرة. هذه المنطقة ديال وزلات زيان مشهورة بزاف ديال الخضر، منها داك البسباس اللي مشهور بواحد الجودة ديالو، واحد الحلاوة اللي كتكون فيه ما كايناش في شي منطقة أخرى. هاد الصباح غنصبحوا ننقيو فيه ونسقيوه ناكلو وكنقلبوه، لكن شي أمراض مثلا كما داك المن اللي كيتخشى في الورقة ديالو، وعاد باش كيبدا كيديع مع القصبة ديالها ومع الورق. احنا هذا علاش كنقلبوه، ضروري خصك جوج مرات في الأسبوع داك الشيء تقلب عليه، كنحاولوا نقلبوه واش ما كاينش عندنا، والمرض اللي كيطيح عليه خصنا نعالجوه مرة في كل أسبوع. الفلاحة لا تؤمن إلا بالعمل الدؤوب. الجفاف لم يثني على مواصلة العمل بنفس الوتيرة رغم الغلاء الذي طال كل شيء، خاصة تكاليف جلب الماء من الآبار وأيضا أثمنة البذور والأسمدة. قبل كنا كنستعملوا غير 4 البوطات 3 البوطات كنتي كتسقي بهم، كان الماء غير قريب في الآبار. أما دابا ملي غرق الماء ولا قليل ولا كيدوبل لك الغاز. دابا بحال في النهار خصك شحال 12 بوطة اللي كتخدم بها، وعاد باش الماتريال كيكون خدام واحد الوقت طويل حتى هو كياكل العصا. المنطقة تشتهر بإنتاج الخضر، هذا حقل للبطاطس، وفي الطريق حقول للبصل وأخرى للخرشف والعديد من المنتجات. هنا بداية حصاد منتوج البسباس، هي فترة تشغل يدا عاملة مهمة كهذا الأب السيد محمد السعداوي الأب لخمسة أطفال. كنخدموا ب 3000 ريال النهار، وهذه الحرفة ديالنا ديما هكايا، هذه الميدان ديالنا، احنا عمال فلاحيين وكنخدموا مع الفلاحة، المعيشة ديالنا مع الفلاحة، اخطاونا الفلاحة ما كاين حتى حاجة. بخطى واثقة السيد أحمد المساوي يشرف على سير عملية الجني في أدق تفاصيلها من القطع وحتى عملية الربط. دابا الهكتار كيطلع لك 3 الملايين وطلع لك بالدرهم الكيلو، كتبيعي ب 26 شقول لي، وعند المصاريف ديال الكامي وداك الشيء بحال ما كتكون حتى حاجة. الجني انطلق في الساعة 6 صباحا، في حدود 9:30 أن لمجموعة العمل أن تلتقط بعضا من الأنفاس. العمل سيستمر حتى 4 عصرا. والعمل شبه متوقف في نقطة أخرى، هي محطة أوكايمدن للتثلج في سنة مطرية صعبة. حال أوكايمدن أصعب بدون رداء أبيض، لأن المحطة تفتقد ونحن في منتصف فبراير لملامحها المعتادة. هادئة أوكايمدن بدون حركية الشتاء، كيف لا والشتاء قد غاب. روبورتاج لحسن هبان عدنان صلاني. في واحد من أشهر جبال بلدنا وأكثرها جاذبية للسياح، تمت تغيرات تنذر بواقع جديد مختلف. محطة أوكايمدن تفتقد سنة بعد أخرى لردائها الأبيض بسبب التغيرات المناخية. يدرك هؤلاء الناس ذلك، بل يحسون به بشكل مباشر. كنا كنسمعوا بالتغيير المناخ ولكن ما كناش عاطينو الاهميه، ولكن دابا عشناه. نقول لك تقريبا كان الديكالاج من 2017 وغاديه ب 15 يوم، شهر شهرين 3 شهور. ها هو هاد العام هذا تقريبا راه وصل تقول 5 شهور هادي ديال الديكالاج، ما جاش الثلج. وكاين تاثير بالنسبه للساكنه بالنسبه للسياحه. هذه أوكايمدن اواخر شهر يناير من العام الماضي، هكذا تبدو الان تحت وطأة درجات الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء. تغير مناخي تظهره كاميرا القناة بشكل جلي. تفتقد كل هذه المساحات للثلوج التي تعتبر مصدر دخل سياحي مهم لسكان المنطقة. الحركة ما عيانا شوية، قضية عيانا ما كانش ثلج، من ليتيا من 11 كيكون لنا ثلج، كيكون شوية القضية مزيانة، ولكن الحمد لله ما كانش ثلج هذا العام. الناس اللي جاوا بعدا كيجيو ولكن ما كيشريو ما والو، ماشي بعدا كاين هذا الشتاء بعدا، ولكن الحمد لله ماشي بحال. ايوا نتمنى الخير لقدام ان شاء الله. الا كان ثلج راه كلشي كيتروج،
ما كانش ثلج هذا العام، راه ما كانش ثلج، ما طاح ثلج ما والو، من بين البدايه ما طاح ثلج ما والو، راه نفس المساكن ما كاين لا الرواج لا ما والو، ياك سمعتي؟ اصلا هذا اللي طاز الزوار راه ما جاوشنا هنا هذا العام، راه ما شافوا الثلج في الجبال وهذاك الشيء، وما شافوه بالنسبه للطقس وداك الشيء ما شافوش داك الشيء، علاش ما جاوش؟ وما الا كان الثلج راه كيكون الطريق عامره بسميتو بالكليان. انحراف المنخفضات الجوية والثلج عن مساراتها المعتادة بسبب التغيرات المناخية أثر على هذه المنطقة. الثلج الضيف العزيز الغائب عن سكان أوكيمدن طال غيابه هذه المرة وسط تسجيل درجات حرارة دنيا تتجاوز 10 درجات مئوية. كما أسلفت الذكرى في العناوين، يدخل حيز التنفيذ منتصف مارس القادم بالتزامن مع شهر رمضان، هو قرار منع عبور الشاحنات الثقيلة وسط مدينة الدار البيضاء. طريق ساحلي سيفتح بشكل رسمي في هذا الموعد لامتصاص ضغط يتأكد في شوارع العاصمة الاقتصادية، حيث تجوب يوميا نحو 3000 شاحنة محملة بالمنتجات الاستهلاكية. جيهان دبلالي، عزيز مجيد، هذا الصباح من الدار البيضاء. هو المشهد نفسه يتكرر يوميا خصوصا في ساعات الذروة هنا بالعاصمة الاقتصادية. أسطول كبير من الشاحنات يشكل معضلة بحركة السير والجولان رغم عبور العربات ذات الوزن الثقيل مؤقتا من الطريق الساحلي المؤدي إلى عين سبع ثم زناتة. هذا الكاميون هذا الريمورك راه كاين مشكل كبير، تيخلقوا لنا مشكل كبير بالنسبه للسيركيلاسيون، وخطر علينا اكثريه بحالنا حنا الدراجين وهذا، وإلا كان غادي يحولوهم من الطريق التحتانيه غيكون شي ميون ان شاء الله للجميع. حتى علامات المرور وتداقوا السيارات زائد الحموله اللي تتكون هازينه حتى هي، هذا واقع. هاد الكاميونات يديروا لنا ديرونجمون، خص يديروا لهم طريق خاصه بهم. ولتوفير مسارات طرقية آمنة بعيدا عن الطرق الرئيسة، مسارات ستمكن شاحنات نقل المنتجات الاستهلاكية والمواد المستعملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى الوسط الحضري، لأجل ذلك ستفتتح الطريق الساحلية بشكل رسمي في غضون شهر مارس المقبل بعد 3 سنوات من صدور القرار وإنجاز الطريق. نجزت بواحد الكلفة ديال مليار ديال الدرهم، واللي عطى انطلاقه ديال الاشغال ديالها، وتوقعت قدام صاحب الجلاله نصره الله مهمه بالنسبه لمدينه الدار البيضاء. هذه الطريقه ديالها بدا الاستعمال فيها غير رسمي، الشاحنات بداو كيخرجوا فيها، ولكن الاستعمال الرسمي ديالها غادي يكون في وسط شهر مارس ان شاء الله، وما غاده تبقى تدخل حتى شي شاحنه وسط المدينه، وهذا قرار نهائي بالنسبه لجماعه الدار البيضاء. هو إذن مشروع مندمج لتنمية المدينة من خلال هذه البنية العصرية التي ستمكن السائقين المهنيين من الولوج السلس من وإلى الميناء، وستخفف الضغط على ما تبقى من العابرين والمارين إلى الشوارع المحيطة بميناء الدار البيضاء. ونعبر اللحظة إلى الشق الثاني من الظهيرة وتتابعونا بعد قليل. لغة شكسبير في فصول المدرسة العمومية تدرس، والتعميم بدأ من السنة الأولى إعدادي. النموذج من ورزازات. في اليوم العالمي للإذاعة يستمر الشغف والعمر طويل للراديو، صامد في وجه التكنولوجيا البصرية المخيفة. لغة شكسبير في فصول المدرسة العمومية تدرس، والتجربة بثمار تعليمية في البداية تتأكد، ونحن في السنة الأولى إعدادية، السنة التي تم فيها تعميم اللغة الإنجليزية بالتوازي طبعا مع دعم مكتسبات التلاميذ في لغة مولير. من ورزازات نزاب عزيزي الحسن بلعلي. اللغة الإنجليزية تتعمم خلال هذا الموسم الدراسي بدءا من السنة الأولى إعدادي. وطنيا حددت نسب التعميم في 10% للسنة الأولى و 50% للسنة الثانية. إقليم ورزازات انخرط في التجربة وتجاوز النسب المطلوبة. اللغة الإنجليزية في السنة الأولى إعدادي مديرية ورزازات وصلت إلى 20%، معدل 5 مؤسسات بالإقليم تدرس بها اللغة الإنجليزية في السنة الأولى إعدادي. بالنسبة للسنة الثانية إعدادي عندنا 56%، 14 مؤسسة من أصل 25 مؤسسة بالإقليم تدرس بها اللغة الإنجليزية بالسنة الثانية إعدادي، وبطبيعة الحال السنة الثالثة إعدادي فهي معممة. ومن الإنجليزية إلى الفرنسية، مقررات دراسية تتأقلم ومكتسبات المتعلمين في تجربة أولى ب5 مؤسسات إعدادية.
من الأولى إلى الثالثة إعدادي، تم تفييء التلاميذ وإعداد البرامج المناسبة حسب المستويات. الأول يعني المستوى ديال النيفو A1، A1 يعني تيدرسوا كومون سو بريزونتي، تيدرسوا باغ إكزومبل يعني بارلي دو سون إتابليسمون، بارلي دو سيز أشا أون لين، يعني في هذا المنظور هذا. أون بليس نيفو A2 يعني عندهم المستوى ديالهم خاص توما. وبالنسبة للامتحان يعني الامتحان المحلي يعني التلاميذ غيمتحنوا في هذا الشيء اللي كيقراو. هاد السنة الدراسية استعملنا واحد بروغرام جديد اللي خلانا نعرفوا نعبروا على الرأي ديالنا ونحسنوا القدرات ديالنا اللغوية ونتمكنوا من كتابة شي نصوص. البرنامج مكننا أنا نطوروا اللغة ديالنا ومكننا من شي حوايج جداد اللي هما مثلا اللي زاشا أونلاين فحال هكا وشي حوايج اللي هما ما كانوش ديجا قبل. دعم في اللغة الفرنسية والرياضيات وتوسيع للغة الإنجليزية مكونات ضمن أخرى لبرنامج المؤسسات الرائدة، برنامج يهتم أيضا بالرقمنة والنقل المدرسي والمواكبة النفسية. تفجرت مجددا قضية اختراق حسابات شخصية هذه المرة على منصة سناب شات واستهداف صور خاصة تحولت إلى مادة للتشهير والابتزاز، وعلى خط القرصنة والابتزاز الأمن يحقق حاليا، وتساؤلات كثيرة تطرح حول سبل حماية مستخدمي المنصات الرقمية. حسن الحماتي. عنف رقمي، استفزاز، ابتزاز، تحرش جنسي، جرائم العصر ضحاياها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بشرى عبدو مديرة جمعية تحدي المستوى والمواطنة شكلت لجنة داخلية لتتبع ما يجري بعد انتشار المئات من الفيديوهات والصور. اليوم كف سناب شات ولينا تنحسوا تلقاو بان هناك دعارة الكترونية اللي خاص ضروري انتباه لها، لان اليوم هذوك القاصرات ما واعيينش بان الصورة ديالهم راه ممكن تهددهم فيما بعد، يمكن تولي هي السلاح ديال القتل ديالهم، لان العنف الرقمي هو تيقتل بشكل يومي، هو تيخلق واحد الالام فظيعه لدى الضحايا. في ظلمات الشبكه العنكبوتيه قام القراصنه بسرقه المعطيات الخاصه. واحد كيهددني بواحد الصور انا كما كنت صيفطتهم ليه، هو كان كيعرفني، كان عطيته الجيميل ديالي باش يعطيني واحد الكوموند صافي، ومن بعد ملي فاش دوز لي داك الكوموند دازت حوالي شي سيمانه بحال هكا كبدا كيصيفط ليا تصاور. يعني تقريبا من نهار 3 اليوم استقبلنا ما يزيد على 20 حاله ديال النساء وفتيات بمختلف الاقاليم المغربيه اللي تواصلوا مع الجمعيه سواء عبر الهاتف او عبر البريد الالكتروني. عاصفه خلفها انتشار المعطيات الخاصه للضحايا، مصدرها الدعامات الوسائطيه للعالم الافتراضي، المختصون يدقون ناقوس الخطر. كيدخل في إطار التجار في البشر، لأنه كاين فيه استغلال. بعض المرات كنلقاو أن أطفال صغار لم يبلغوا سن الرشد وكيستعملوا بزاف التطبيقات اللي من خلالها كاين الغاية هي ربح المال. سعيد صوالح محامي ناب عن الضحايا في العشرات من الملفات التي تهم الجرائم الإلكترونية. القانون يعاقب بصرامة على الأمور هذه، ولكن المشكل المطروح هو هذه الجرائم الإلكترونية نظرا لصعوبة رصدها وتقفي أثرها والإمساك بمن يقف وراءها، هذا هو اللي يخلق مشكل كبير. الزحف التكنولوجي في بعده الرقمي مكن المعتدين على الضحايا من تطوير أدائهم الإجرامي. ما حدث اليوم هو بمثابة دعوة لتقويم الإعوجاج الحاصل في كيفية تعاطينا مع المنصات الإلكترونية. والموضوع يستوقف سعاد زيتراوي في نبض المجتمع. أهلا بك سعاد. أهلا سناء. إذن ماشي جديد ما شاهدناه من قرصنة لحسابات شخصية، لكن هذه المرة الفضيحة على منصة سناب شات. سناء، غير جديد ما شفناه لكنه مخيف أكيد جدا. السناب شات وحسب تعريف ويكيبيديا هو تطبيق تواصل اجتماعي يمكن المستخدمين من التقاط صور وتسجيل فيديوهات وإضافة نص ورسومات وإرسالها. عدد مستخدمي سناب شات تجاوز 750 مليون شخص
يوميا. في المتوسط يتم إرسال أكثر من 4 مليارات سناب. يحظى سناب بشعبية كبيرة بين الأجيال الشابة، وخاصة الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وحسب تعريف آخر ظهر في مجتمعنا، هو تقنية تستعمل من أجل أخذ صور جميلة بملامح وجه غير حقيقية، وقد يتعدى الأمر إلى التقاط صور حميمية. هذه الصور قد تؤدي في بعض الأحيان إلى قبح مزمن يصيب نفسية صاحب الصورة بالألم وبجروح يصعب أن تندمل. كيف؟ عن طريق القرصنة والتسريب. ما تفجر قبل أيام من قضية تسريب آلاف صور والفيديوهات الشخصية لمستعملي تطبيق سناب شات صدم الشارع المغربي، والموضوع يعيدنا إلى الحديث عن ما لنا وما علينا في عالم يجرنا بسرعة مهولة تتعدى في بعض الأحيان مداركنا ومعارفنا التكنولوجية. فضيحة سناب شات وضعت الأصبع على الجرح وفجرت السؤال من جديد: من يحمي مستعملي الهاتف من المصائب التي تأتي منه؟ السؤال كان حديث المجتمع خلال الأيام القليلة الماضية. نتحدث هنا عن العنف الرقمي، أو عندما يتعرض الفرد إلى الابتزاز وإلى التشهير بسبب صورة شخصية أو فيديو حميمي. قرصنة ونشر صور وفيديوهات خاصة لا تسبب ألما نفسيا وتفككا أسريا فحسب، بل قد تدفع بالضحايا إلى التفكير في الانتحار، حيث لا أحد يرحم، الكل يصير جلادا. فالفضائح الرقمية هي الأكثر وجعا بسبب سرعة انتشارها وعدد مشاهديها وكثرة مهاجميها. هي الفاتورة الغالية الثمن في زمن الثورة الرقمية. سعاد، في زمن الثورة الرقمية النص القانوني واضح جدا، والمشرع المغربي يعاقب من يبتز، من يقرصن الحسابات الشخصية، لكن لا يزال يطرح شق التحسيس بأهمية الاستخدام الذكي لهواتف هي ذكية، أحيانا نسقط جبناء أمام هذا الذكاء. سناء، القانون واضح، لكن التكنولوجيا هو عالم زئبقي يصعب التحكم فيه أبدا، لأن قرصنة الهواتف هو اغتصاب لقدسية الحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات. الدستور المغربي حمى هذه الخصوصية، حماها بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وانخرط فيها المغرب، حماها بالنصوص والتشريعات القانونية التي اجتهد فيها. نتحدث هنا عن القانون 113 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 2714 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون رقم 0908 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المجتمع المدني اليوم وأمام هذه القضية يطالب السلطة التنفيذية بسن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع التواصل الاجتماعي في سياق سن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية، والسيادة الوعي تبقى الأساس في كل الحكاية. صحيح أن الانتقال التكنولوجي بين الأجيال لم يكن سلسا، كان فظا، وتسبب في هوة وشرخ كبير داخل البيت الواحد. كيف يمكن للأم والأب أن يراقب ما يجهل استعماله؟ نحن اليوم نعيش عالما لا يشبه الذي كنا نعيشه قبل عقدين من الزمن فقط، وأمام هذه الحياة الجديدة لا يمكننا الحديث بالقطع عن حلول ناجعة. فالإنسان عاجز أمام أخطبوط التكنولوجيا، أمام هاتف أذكى ومقرص أدهى، بل أمام جيوش من المقرصنين أو الهاكر الذين يصعب رصدهم وتقفي أثرهم. ليس باليد حيلة سوى رفع اليقظة إلى حدها الأقصى والتحسيس بعدم التردد في وضع شكاية لدى الجهات الأمنية المختصة في أي قضية تمس سمعة وأمن وراحة أي شخص. الأفيد أن نعيد ترتيب علاقتنا مع الهواتف الذكية إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وعدم الضغط على أي مواقع أو تطبيقات مشبوهة وغير آمنة.
يجب أن يعلم من هم دون سن 18 خصوصا أن الهاتف الذي لا يفارق أيديهم طوال النهار قد يصبح رفيق سوء، واستعماله في بعض الأحيان يكون كمن يلعب بالنار. السؤال: ماذا سيصير بنا ونحن نعيش بداية ثورة أشد هي ثورة الذكاء الاصطناعي؟ وقد وصلنا إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. مجموعة من الأسئلة طرحتها سعاد في نبض المجتمع، سيحاول أن يجيب عنها من زاوية تقنية صرفة. ضيف الظهيرة سينضم إلينا من مراكش أمين رغيب. أمين رغيب الذي يعد من الخبراء في المجال المعلوماتي. أمين من مراكش معنا. أمين، إذن أمين مرحبا بك. استمعت إلى نبض المجتمع. توقفت سعاد عند مجموعة من الظواهر وطرحت مجموعة من الأسئلة. قبل ما نحاول نجاوب على بعض من الأسئلة التي وردت في النبض، بغيت نعرف منين بدات هاد قصة فضيحة صور سناب شات. أمين، ما كنسمعوش أمين رغيب. غنحاول رجع الأمير رغيب اللي كينضم إلينا من مراكش عبر سكايب. أمير رغيب، وأنت الخبير في المجال المعلوماتي، كتسمعني دابا أمين؟ حنا ما كنسمعوكش. غنحاولوا نرجعوا للأمير رغيب ما إن سمحت طبعا الظروف التقنية. كتسمعوني؟ دابا كنسمعك أمين. مرحبا. إذا قلت ألا أن القصة أمين. بدأت أمين، منين بدأت قصة سناب شات؟ نعم، بدأت قصة سناب شات منذ أن تواصلت معنا سيدة كانت ضحية هذه التسريبات، بحيث أنها أكدت لنا أن عندها صور خاصة على سناب شات، واكتشفت أنه دار واحد البروفيل بالاسم ديالها، وما فهمتش كيفاش أنه هذا السيد هذا وصل الصور ديالها. من تمام اللي بدينا كنبحثوا لقينا على أن هناك بعض المجموعات اللي كتقوم بأخذ هذه الصور والنشر ديالها، واكتشفت واحد جوج ديال مساحات التخزين اللي كانوا كيتنشروا فيها صور وفيديوهات، سواء خاصة بسناب شات أو اختراق هواتف أو كذلك كاميرات مراقبة أو كاميرات تجسسية كذلك. فمن ثم بدأت الفضيحة، أو من ثم بدأت القصة. إذن هناك الأمن يحقق طبعا في هاته النازلة. القانون واضح في هذا الباب أنه يعاقب من يقرصن ومن يبتز. السؤال اللي كنطرحوه الجميع وطرحته قبل قليل سعاد زايد الطراوي في نبض المجتمع، هو أنه اليوم كل شيء عنده هاتف ذكي، لكن لا نجيد استخدام هذا الهاتف الذكي. أمين، السؤال اللي كيطرح: أنا عندي هاتف، كيف يمكن أن أحمي نفسي من شبكات تتربص ومقرصنين أذكياء يحاولون الابتزاز واستغلال صور خاصة؟ نعم، إذا أول شيء يمكن أن نتحدث عنه هما التحديثات. هناك الكثير من الإخوة والأخوات ما كيديروش واحد المسألة ديال لي ميزاجور، وهذوك لي ميزاجور بعض المرات كيعتبروهم غير أنهم كياخذوا واحد المساحة ديال التخزين أو لا كيستهلكوا الإنترنت، خصوصا ملي تيكون ذاك الإنترنت اللي كندفعوه على حسب كميات ديال الاستهلاك الصابي بطبيعة الحال. فهذه ميزاجور راه مهمين بزاف، لأنهم كيصحوا لنا بعض الأخطاء الأمنية اللي كيكونوا لا سواء في التطبيقات اللي كيطلبوا دي ميزاجور أو لا في النظام ككل. وعليه فخاص تكون عندنا ثقافة ديال لي ميزاجور. هذوك لي ميزاجور ماشي كيجيونا غير هكاك، راه كيجيونا لأنه هناك هدف باش يحميونا ويعطيو واحد البيئة آمنة للاستخدام ديالنا للهاتف. خاص كذلك أنه عندما كنوضعوا واحد المود باس للهاتف، خاص هذاك المود باس ما يكونش ساهل، يكون شوية صعيب، لأنه ما كنعرفوش الناس كنتلاقاو مع ناس كنقدروا نخليو الهاتف ونمشيو نقضيو شي غرض او الى غير ذلك، فممكن شي واحد يكون عارف المود باس ديالنا، سواء يكون زميل في العمل او شيء من هذا القبيل، ويقدر انه فقط في واحد 20 ثانيه ولا 30 ثانيه انصالي لي شي تطبيق
تجسسي. خاصني نتاكد، وهنا كنهضر مع الناس اللي كيستخدموا هواتف اندرويد لانهم هما المعرضين اكثر للاختراق. كاين في جوجل بلاي كاينه واحد لوبسيون سميتها جوجل بلاي بروتكت، خاصني نتاكد دائما هاد انها ماكتيفيا، ولا لقيتها ديزاكتيفيا لانها كتكون ماكتيفيا باغ ديفو يشك بالمرة ممكن انه يكون يعني عرضه للاختراق. كاينه مساله اخرى واللي هي مهمه واللي شارت ليها واحد السيده اللي قالت لك انا مشيت عطيت جيميل ديالي لواحد السيد والتي هددني بتصاوري. للاسف الشديد بزاف ديال الناس ما كيوعاوش واحد المساله، انه كاين واحد التطبيق سميتو جوجل فوتو في الهاتف، بعض المرات تيكون تيدير سانكرونيزاسيون اوتوماتيك مع حسابي في الجيميل او لا على حسابي جوجل كلاود، بحيث انه الا التقطت واحد الصوره اوتوماتيكمون غادي دير لها ميزاجور في الجوجل فلاود في جوجل كلاود او جوجل فوتو عفوا، وإلا دخلت غير فقط بالإيميل والجيميل ديالك نقدر نوصل لهذوك الصور. كننصح المغاربة أنهم يمشيو يكتبوا في جوجل جوجل فوتو، يدخلوا بالإيميل والمود باس ديالهم ويشوفوا واش كاين يتصورهم تما، إلا لقاو تصورهم يعني أن راه مديورة واحد السانكرونيزاسيون وهذاك الإيميل ديالك. أمين أمين أو لا أمين. نعم. يعني خص الإنسان يدخل لهاد جوجل فوتو قلتي ويتأكد واش كاين إلا كان صور بمعنى أنه الهاتف ديالو مخترق. لا ماشي الهاتف ديالو مخترق. لا لا هنا كنهضروا على سانكرونيزاسيون ديال الصور اللي كانوا كنكونوا ملتقطين مع الحساب ديالنا في جيميل او لا الحساب ديالنا في جوجل فوتو اللي كيخدم بحساب جيميل. يعني كما شفتوا مع الضحيه قلت انا عطيت غير الجيميل ديالي والسيد ولا وصلت التصاور ديالي، هي براسها ما فاهمش كيفاش دار، هو عن طريق هذا جوجل فوتو. لهذا نتاكدوا ان هذا جوجل فوتو ما مديرش سانكرونيزاسيون. نتاكد كذلك باش نحافظ على الخصوصيه ديالي، نكتب كذلك في جوجل محرك جوجل اكتيفيتي وندخل بالجيميل ديالي نشوف واش جوجل ما كيسجلش البحوث اللي كنقوم بها في يوتيوب في جوجل. نمشي كذلك ونمشي لجوجل ماب ونشوف واش ما كاينش واحد سانكرونيزاسيون ديال لوكاليزاسيون، لان واحد راه ممكن فقط بالجيميل ديالك يعرفك فين كتمشي، يعرف علاش كتقلب، شنو هما الفيديوهات اللي كتشوف، يقدر يوصل الصور ديالك، الكونتاكت ليست ديالك، الى شفتي شي جهه الاتصال، يعني عاد زيد على يقدر يقرا لي زيميل ديالك. امين بصراحه امين من هذه المساله. امين بصراحه كنسمع لك خلاتيني، لانه الهاتف ذكي جدا، واحيانا حنا ما كنكونوش اذكياء بذكاء هذا الهاتف، ويستخدم بطريقه خص حتى الصور واعاده النظر في هذا المفهوم ديال انه الانسان يحط الصور ديالو كيفما كانت في هذا الهاتف، لانه فهمت من كلامك امين انه ممكن في اي لحظه تستغل هذه الصور. لاحظنا مؤخرا انه كان حديث مثلا كيكون شخص مثلا نزل فندق او اجر شقه او نزل هو الاسره ديالو، احيانا كتكون هناك كاميرات داخله هاد الشقة أو هاد الفندق، أحيانا حتى في محلات اقتناء الملابس، كيف يمكن أن أتصرف وكيفاش ممكن نحمي راسي؟ ندخل مثلا الشقة أجرتها أو فندق نعرف أنه كاين كاميرا ممكن أن تلتقط صوري. السادة والسيدات رجاء خاصنا ننتبهوا لواحد المساله اللي هي مهمه بزاف، اننا الان اصبحنا منفتحين على السوق الصينيه وكنقدروا غير بليزابليكاسيون كنشريو مجموعه من الاجهزه، بعض الاحيان كتقدر تكون اجهزه اللي هي خطيره بحال هذه الكاميرات التجسسيه اللي كتجينا مجموعه من الاشكال. نعطي على سبيل المثال، مثلا انا غادي نمشي لواحد الفندق او لا واحد المنزل او لا، اول حاجه نرد منها البال، رد البال دوك لي بوان اللي ممكن انني نتصور فيهم خصوصا في بيت النوم، يعني او بيت النعاس باللغه العاميه ديالنا، يعني نشوف لي بوان اللي ممكن انني نتصور فيهم ونشوف شنو هما الاجهزه اللي مقابلين معاهم. نعطيك على سبيل المثال، بحال مثلا الاجهزه اللي هي تتكون انذار ديال 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 او ديتيكتور ديال الفيمي، بحال مثلا هذه الاجهزه، كاينين الاجهزه الان اللي فيهم كاميرات تجسسيه وقدروا يثبتوا في هذيك الغرفه، وانت اللي سحبك هذاك راه غير ديتيكتور، هو راه ماشي ديتيكتور، يعني هو راه عباره عن كاميرا تجسسيه، نحاول انني نفحصو ونشوف واش ما كايناش شي كاميرا تما مزروعه تما. كذلك خاصني انتبه حاليا كاينين حتى دوك لي بريز ديال الضو تتلقى فيهم واحد ثلاثه ديال الثقيبات، ممكن ديك الثقبه الوسطانيه تكون فيها كاميرا تجسسيه. رد البال مثلا من دوك لي ساوند بار او لا هذوك المكبرات الصوت اللي تيجيو اللي تيقدروا يكونوا تحت التلفازه، والتلفازه مقابله مع بيت النعاس، يعني يقدر يكون فيها مزروعه واحد الكاميرا تجسسيه. نحاول انني نفحص مثلا الطابلويات اللي كيكونوا تمايا، باش هكا نقدر انه ملي نكون جالس في هذيك الشقه او لا نكون جالس
محافظ على الخصوصيه ديالي. وبالطبع بسرعه ما غنمشيش انا لهاد الشقه كاع وهذا الفندق لانه صعيب هاد الاجراءات كلها تنتبه ليها. وهذا داخل في الاحتياط. ذكرتني استاذتي بواحد المساله مهمه، بحال مثلا ملي كيكونوا مقابلين معنا دوك الايرفنتس او لا البلاصه اللي تخرج منها البرد ديال الكليماتيزور بعض المرات كتكون واحد البواطي كيخرج منها نتفقدها لانه ممكن يكون فيها كاميرات تجسسيه. وكتبغي نقول واحد المساله انه الان كيتباعوا اجهزه اللي كيكشفوا على الكاميرات التجسسيه وكذلك كيكشفوا كذلك على الميكروفونات اللي ممكن انهم يتقداوهم ويستخدموهم الا كانوا كيسافروا بزاف. اذا الى اليوم نعيش الان هاد المساله، مساله القرصنه وابتزاز باشخاص ضحايا صور خاصه. نحن مقبلون على ثوره الذكاء الاصطناعي، يعني وهنا المساله ديال الحذر يتداعف وضروره الاحتياط لاننا ربما نحتاج الى إعادة النظر في علاقتنا مع الهاتف الذكي عموما. نعم بطبيعة الحال، حتى أن دابا الآن مثلا كنلقاو أن كاينين الناس اللي كيستخدموا مجموعة من التطبيقات اللي كتدخل في مجال الذكاء الاصطناعي، إما مثلا للتعديل على صور أو التعديل على فيديوهات، وهذاك الشيء ما كيعرفوش هذاك الكونتنت أو هذاك المحتوى اللي كيشدوه هما يحطوه في هذيك الأبليكاسيون شنو هو الطرف الثالث اللي كيوصل ليه، وبالتالي يقدر أنه يلقى مشاكل من بعد أنه يتسربوا ليه صور أو يتسربوا ليه فيديوهات ماشي غير على الصعيد الوطني، لان احنا ما كنعرفوش هذوك لي زابليكاسيون شكون اللي واقف عليهم. فلهذا خصنا نردوا البال نوعا ما حتى مع استخدامنا للتطبيقات، ماشي اي تطبيق مثلا انت تكون عندي شي صوره اللي هي خاصه او اللي ممكن انها تسبب لي احراج في المستقبل نحاول انني نبعدها على هذا النوع ديال التطبيقات او نبعدها بصفه عامه من الهاتف ديالي لانه احيانا امين احيانا كيجينا واحد التنبيه مثلا ديال الفو اكسبتي مثلا هاد لي كوكيز ولا هذا، واش هاد المساله بعد نوبات ما كنقراوهاش وكان نديروا الموافقه، هذه المساله ممكن انها تكون لا نعم استاذتي. بالنسبه للمساله ديال الاكتيفي الاكسبتي لي كوكيز هذا الشيء داخل في واحد السياسه ديال الخصوصيه اللي ما عندناش فيها اشكال، ولكن فين عندنا الاشكال هو ملي كنستخدموا التطبيقات وكان ما تنعرفوش الصلاحيات، ما عندناش ثقافه ديال الصلاحيات. انا ملي كنخدم بواحد التطبيق راه خاصو ياخذ صلاحيات معينه. نعطيك على سبيل المثال، مثلا انا عندي واحد التطبيق عباره على تطبيق ديال الطقس انستالي، هذا التطبيق ديال الطقس ممكن ياخذ ليا، انا نقدر نتفهم انه تياخذ ليا لا جيولوكاليزاسيون ديالي لانني كنسافر لانني تنتقل، يعني تعرفني اني بدلت المدينه اذا تعطيني الطقس في هذيك المدينه. ولكن باش تقول لي التطبيق ديال الطقس وباغي يدخل الكاميرا وباغي يدخل الستوريج او مساحات التخزين وباغي يدخل الجاليري وباغي يحل لي الميكروفون، هنا غادي هذا التطبيق غادي نوعا ما يخلق لي شكوك. وغالبا المساله اللي كنحضر منها هي مساله ديال التطبيقات اللي تيكونوا عند الناس كيبغيو انستاليهم وكيكونوا جذابين، بحال مثلا التطبيقات اللي مثلا لمشاهده مباريات كره القدم وما الى ذلك. فهذوك التطبيقات تيخليو الناس اولا تيشارجيوهم ماشي من بلايص اللي هما رسميين بحال البلاي ستور او الاب ستور، يعني تيمشي اللي هما سيكيوريزي، يعني كيمشي هو يتشارج من واحد المساحه اخرى او من مكان اخر. والمشكله لانه ما عندوش وعي ملي كيبغي انستالي لانه بديك الحماس باغي يخدم هذيك الابليكاسيون تيبقى ياكسبتي على الصلاحيات حتى تيقدر انه يتعرض يصبح عرضه للنقاش فيما بعد. شكرا لك امير رغيب، ربما خصنا نرجعوا لدوك الهواتف العاديه جدا، انا هذا رايي الشخصي. شكرا لك امين رغيب الخبير في المجال المعلوماتي، كنت معنا مباشره من مراكش. في وجه الصوره وفي وجه الفيديو تقف الاذاعه صامدة، كذبت كل التنبؤات التي تحدثت سلفا عن قصر عمر الراديو في زمن التلفزيون والكاميرا والإضاءة ووسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة، بل الإذاعة أوجدت لها مكانا تنفتح فيه على باقي الوسائط التي زاحمتها وبذكاء أثير الإذاعة. ويستمر الشغف في اليوم العالمي للراديو 13 من فبراير. الروبورتاج من راديو دوزام معك يونس رفيق محمد مكي. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا.
بين الماضي والحاضر تظل الإذاعة صامدة كأول وسيلة إعلام مسموعة أوصلت المعلومة للمتلقي. 13 من فبراير يوم الإذاعة العالمي، بنفس الشغف يتواصل العمل الإذاعي رغم كل التطورات التي طرأت على المشهد الإعلامي في المغرب على غرار باقي بلدان العالم، للإذاعة مكانتها التي لم تتغير وسط زحف الرقمنة ووسائل التواصل المتعددة. الإذاعة اللي كتبقى المدرسة الأولى بالنسبة للإعلاميين، الإذاعة اللي اليوم كتستغل حتى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إيصال المعلومة. وأنا كنقول لكم بأنه إن شاء الله الإذاعة مازال عندها مستقبل. تاريخيا كان تقريبا هو أول وسط إعلامي اللي كيوصل المعلومة وسط هاد الرقمانة اللي كاينة دابا اكتوالمون. داكشي كيبقى لا راديو كتصايست اون سورس اوفيسيال. وحتى تظل الإذاعة مصدرا رسميا للخبر والمعلومة الصحيحة، يحافظ الإذاعيون على قواعد العمل الصحفي. من داخل قاعة التحرير تمحص المعلومة وتدقق قبل وصولها للمستمع. هو يوم بالنسبة لنا لتذكر كل مزايا الإذاعة، وأغتنم المناسبة وأدعو من هم خارج الإذاعة والشغوفين بهذه المهنة لاكتشاف هذه المهنة الممتعة. اليوم العالمي للإذاعة هو فرصة للوقوف على الدور المهم الذي تلعبه الإذاعة خصوصا على المستوى الإخباري اليوم في المغرب وفي العالم كله، باعتبارها طبعا وسيلة إعلامية تنقل الأخبار الصحيحة والرسمية بشكل فوري. الإذاعة هي رفيق بالنسبة للكثيرين خلال هذه السنوات، قدرت أنها تبقى صامدة ملغى هذا التحول التكنولوجي اللي كنشوفه، يعني كترافق الكل في السيارة ولا بالنسبة للأمهات في المطبخ. هي فرصة جديدة يمنحها اليوم العالمي للإذاعة للاعتراف بالقوة الفريدة للراديو كوسيلة للاتصال سريعة وسهلة المنال، عبرت قرنا من الإعلام والترفيه والتثقيف. وكل عام والراديو بألف ألف خير. كان على وشك الإقصاء من الدور الأول وانتهى به الأمر بطلا لإفريقيا بهدف ثمين في شباك نيجيريا. هدف فيالة الكوت ديفوار سجله من نصف فرصة سيباستيان هالر، يقول: حلمت بهاته اللحظة، لحظة التتويج. كانت الأشهر الماضية صعبة بالنسبة لي ولعائلتي، ومن الرائع أن أكون هنا الآن. هو هالر العائد إلى المستطيل الأخضر بعد رحلة علاج صعبة دامت لأشهر، تغلب فيها هالر على ورم سرطاني. من العلاج إلى التتويج، قصة ملهمة. محمد كردة. لم يتمالك دموعه بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب القاري. سيباستيان هالر حكاية نجم قهر مرض السرطان وعاد قويا لهز شباك. هالر صاحب الهدف الأغلى في البطولة اكتشف إصابته بمرض السرطان سنة 2022. لم يرفع الراية البيضاء ولم ييأس لحظة، ظل صامدا متمسكا بتحقيق أحلامها. حصص العلاج الكيميائي التي امتدت لسنة ونصف فقد فيها اللاعب الكثير من وزنها، لكن ظل مقاوما متمسكا بعودته للميادين، لميادين كرة القدم. هالر وجد نفسه في لحظة في مواجهة خصم شرس خارج الميدان، خارج الميادين التي تعود فيها حسم لقاءاتها. ببسالة وربطة جأش نسف كل مخططات الخصم وعاد أقوى من السابق. عاد هالر بقصة ملهمة ليقود منتخب الفيلة لاعتلاء البوديوم والتتويج باللقب. عاد هالر ليسجل هدفا آخر بعد هدفه الذهبي في مرمى المرض الخبيث. عاد هالر ليقدم درسا للعالم. وفي الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة، في فاس انطلقت اليوم محاكمة المتابعين فيما بات يعرف بملف الاتجار في الرضع وابتزاز المردة، والجلسة المقبلة ستعقد في 5 مارس المقبل. في فجر اليوم 30 بعد 100 القصف يشتد على القطاع رفح في المرمى استعداداً لاجتياح الملاذ الأخير لمليون نازح فلسطيني.
3000 شاحنة تجوب شوارع الدار البيضاء ولامتصاص الضغط. طريق سيفتح في وجه الشاحنات منتصف مارس بيدخل حيز التنفيذ قرار منع عبور شاحنات الوزن الثقيل وسط العاصمة الاقتصادية. فضيحة صور الفتيات في منصة سناب شات عندما تخترق شبكات القرصنة حسابات شخصية تتحول الصور الخاصة إلى ورقة ابتزاز في نبض المجتمع، كما تابعنا مع سعاد زعتراوي. سبل الحماية طرحناه على ضيف الظهيرة. كان معنا من مراكش الخبير في المجال المعلوماتي أمين رغيب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الظهيرة، الموعد الإخباري القادم أمازيغية. أنفس واغ الليلة مع إحسان بن بل والمسائية مع زكريا إيت عبد المجيد. شكرا على طيب المتابعة.